بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبيه الكريم. انا هذا الفيديو هذا كنت بغيت ناجله لمده معينه، لان كنت كنحس بان الوقت ديالو باقي ما جاب بصفتي ما شاء الله. يلا فتحت القناه، واصلا القناه كانت في الحقيقه غادي تفتح هذه مده طويله، ولكن انا تريت نشوف كنشوف هذا المنكر، كنشوف هذه المشاكل اللي كتوقع في القنوات، وكنشوف يعني قلت خليني نتريا شويه ريتما، وانا غادي نتكلم باللغه اللي كيفهموها المغاربه كاملين ان شاء الله. هاد السيده هذه اللي اليوم في الحقيقه كما كيقولوا وصل السيل الزبا، صافي هذا المنكر هذا ما بقاش نهائيا غادي نسكتوا عليه. علاش؟ لان اولا هاد البلاد هذه فيها نساء عاملات ونساء صبارات ونساء مكافحات ونساء كيخدموا على اولادهم ونساء اللي هما وصلوا لمراكز مهمه ونساء اللي هما ما شاء الله مثقفات. يعني ماشي غادي نخليو حنا المراه المغربيه، يستحيل ان وحده بحال هذا الصنف من البشريه يمكنها هذه كتمثل راسها. وللاسف الشديد الضحيه الكبرى في هذا الموضوع هذا هي هذيك البنيه مسكينه اللي ما قرات ما مدارس ما الصهير الدوران. الطفل علاش ما ربيتيه في الصغر ديالو كيبقى بحال شي كنقولوا مثلا بحال شي روبو صغير عندك في الدار، الا ربيتيه تربيه صالحه غادي تلقاي الثمار ديالها. لان الانسان اللي كيستثمر مزيان كيستثمر في ولاده، واول حاجه كيقدمها لولاده هي التعليم. قري ولادك العلايات كيقروا ولادهم القرايه للطفل، وتعليمه الاخلاق الحميده، وتعليمه الصواب والاداب، وتعليمه الاشياء ديال اللي تفيدو 100%. غادي تفيق شي نهار غتلقاي هذاك الولد او هذيك البنت طلعت واحد 20 سنه كتلقاي انها تربات على الاصول وعلى التربيه الطيبه. اذا كانت من اصول طيبه غتربى على تربيه طيبه. دابا حنا بقينا ساكتين، انا من قبل رمضان تقريبا وانا كنشوف هاد السيده هادي كل مرة عندها شيء، لدرجة أنها وصلت بها الجرأة في يوم من الأيام، أنها وصلت بها الجرأة تفسير القرآن. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القرآن اللي ما قدوش يفسروه العلماء الكبار علماء الدين، وصلت بها الجرأة أنها شدات القرآن وجلست كتفسر. وكنت فعلا في هذيك الفترة للحقيقة للأمانة قلت هذه انورمال بالنسبه لي، انا انسانه غير طبيعيه. ولكن لما تسيئي نفسك، بغيتيش تربي بنتك ما تربيهاش، بغيتي تضري بها ضري بها، بغيتي ما تقريها ما تقريهاش، بغيتي ديري، والا المقدسات الاسلاميه، الا القران تلعبي به، والا طلاق والزواج. الزواج حلله الله، قال الله سبحانه وتعالى من آياته أن خلقنا لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعلنا بينكم مودة ورحمة. وكاين العدة لماذا نخلو حنا واحد السيدة غدا ولا بعده غادي يمكن بعد، أنا كنظن بعد هذا الأسبوع القادم إن شاء الله غتجيب لنا دري ديال 6 سنين. دابا جابتنا شي ناضج شي ما ناضج. الكورونا طرحت مشكل في العالم، ماشي في المغرب، في العالم بإسري طارحه مشكل. شباب دابا تعطيه غير 500 درهم تقول له ظهر معايا غيبان، كي غايدير هذا الشاب اللي ما خدام ما عنده خدمه عنده مشاكل يعني غيبان مره 16 مره 18 مره 20 22 وحسبوا واش 6 والنمره 6 ولا النمره 5. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا ما نكذبش، انا يعني المغرب فيه العجائب الدنيا السبع. المغرب اي حاجه ممكن تشوفها مازال في هذه البلاد، ولكن باش يتم السكوت عن انسانه مختله كتمس بالاشياء اللي خلقها الله ودارها
ونص عليها في القرآن الكريم وبدات راهي هي دابا هذا راه باقي هادشي راه باقي هادشي فيه باقي ما يدار باقي مازال فيه المطولات اللي هما المطولات ولا حياه. اين هم العلماء؟ فين هما العلماء المغرب؟ فين 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 حقوق الانسان؟ فين فين حقوق حتى الطفل؟ حنا يمكن لك انت ولادك ديري ما بغيتي حره. حنا المغرب كامل لام ذاك الراجل على هرب، هذاك الراجل راه عنده الزهر اللي هرب، هذه راه ماشي غادي يهرب الراجل، راه العالم خصو يهرب. العالم باسم اللي كاين في خلاها في راسها الناس بحال هي دابا مادام كتعاطى المخدرات بكثره والفاني راه الناس كاع امراض. ماشي انت بوحدك اللي في العالم مريضه او انت بوحدك اللي عانيتي. الا سمعتي مصيبه الناس الاخرين غتهون عليك مصيبتك. نساء عانوا كثير وكاين المطلقات اللي عانوا وكاين اللي دابا اللي مشردينهم رجال بولادهم وكاين الراجل اللي المراه بقات امها تنفخليها في راسها كتقول لها شدي الراجل ولدي منه 10 ولدي 14 ولدي 6 كيهرب ما بقى عنده ما يصير كيهرب صافي مشى بحالو. اش غايدير هذا الراجل؟ غادي يمشي لانك انت ما دايرهش تاوي لراسك. لما كتكون في الحياه ديالك دايره مخطط اللي هو تربيه الاطفال تربيه صالحه وقرايتهم وكتبني حياتك بالاستقامه وبفلوس الحلال، فلوس الحلال قليله ولكن كتفيد. علاش؟ لانك غادي ديري واحد المستوى لولادك اللي هو مزيان. انت يا كتمشي تسلطي على اي واحد ولما كيخرجوا الناس يتكلموا كيولوا هما الظالمين. انا لا ماشي ديري البوز، انا بغيت الكونطا ديالك تكون فيهم مليار ولا 100 مليار ديريها انت الصحه لك. ولكن شويه الاحترام الله يجازيك لان هاد البلاد هما ليها محترمين. ما تسيئش المراه المغربيه بهذيك الاساءه. المراه المغربيه كتضحي، المراه المغربيه كتكافح، المراه المغربيه كتلقايها في الاسواق كتلقايها كتقلي غير الفريت وتقلي البطاطا وتقلي الزيتون وتصاوب السردين المقلي. سيري كازا غير كازا بوحدها في درب السلطان الا ما خدامه عشرات الالاف ديال النساء اللي كيفيقوا ساكن في الفجر وكيشقاو على الوليدات وكيصوروا طرف على الوليدات وكي يعني كيعانيو من المواصلات ومع ذلك كيخدموا وكيدمروا. هذوك هما العلايات اللي مفخره المغرب اللي كتبات تتقطع في البطاطا ودير تشوبينات وتقلي السردين وتمشي تبيع في السوق وتبيع الحريره في السوق وتبيع المسمن في السوق وتبيع النعناع في السوق. علاش؟ لانها انسانه محترمه كتوكل ولادها فلوس الحلال ماشي شادهم كتضرب بهم في الزناقي. الدري عنده وقت خصو يقرا وعنده وقت خصو ينعس. دابا البنت تعلمات الهضور اللي هما هضور خايبين وتعلمات الغناء وكل ساعه كتشوف راجل قدامها في شكل يعني اليوم منظر غدا منظر بعد غدا. كيفاش غتطلع هاد البنت؟ كيفاش غتطلع؟ غتولي عندها 16 عام كيفاش غتكون؟ لما تدخل في واحد السن معين كيفاش غادي تكون هاد البنت؟ كيفاش غادي تكبر وكيفاش غادي تكون؟ علاش هاد السيده ما بغيتوش توضعوا لها حد؟ ماشي مشكل تعيط لك الشرطه واحد اليوم او يومين، لا انا ما بقاتش تعيط لك الشرطه، دابا خصك حد نهائي. راه الا ما وقفتوش هاد السيده من هاد المنكر راه غادي ندفعوا شكايه في الرباط. انا شخصيا نطلع ونمشي ندفع شكايه في الرباط، ما عنديش المشكل ريحه المشكل. علاش؟ لان تمادات بزاف 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 بزاف. المرأة المغربية مرأة مكافحة، مرأة غنية عن التعريف. المرأة اللي كت يعني حادقة لواحد الدرجة ما كتصورش. المرأة اللي هي في أي منصب درتيها كتكون يعني كتكون كتأدي الواجب ديالها على أكمل وجه. كاين الناس كتعاطى ما قلناش لا، وكاين الناس الخايبين وكاين الناس الزوينين ما قلناش لا، ولكن ما وصلاش للدرجات انه وحده تبان كل يوم مع دابا بدلات. دابا بحال دابا هي عندها سيستيم يعني كل تقريبا كل سومين خاصها او كل 10 ايام خاصها يكون عندها الجديد، يعني ما خاصهاش تبقى في مكان واحد. ويعني طبعا غتلقى الناس اللي من طينتها اللي غادي يشاركوا معها طبعا هاد المهزله هذه. هادشي راه خصو يوقفوه رجال الدين
لان هذا ولا مس بما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. لاش انت يوما كتبقاو حتى لاخر لحظه غات كتفهموا اشنو كاين؟ اختي ديري البوز، طلبه باش ديري البوز. ياك انت نهار الاول بنتي شنو درتي؟ بحال اش درتي البوز نهار الاول؟ اول لقطه عندك صافي دي رديها، ردي هذيك اللقطه الاولى وخلي عليك المقدسات الاسلاميه، وخلي عنك المراه اللي ما يقدرش وحده من الشكليه ديالك تمثلها، لان المراه انسانه محترمه المغربيه وانسانه شريفه، والمراه المغربيه بحالك انت النوع ديالك ما يقدرش يمثلها، ما يقدرش، صعيب عليك تمثليها في شي حاجه كما كانت، لا من ناحيه تربيه الاطفال ديالها، ولا من ناحيه الحشمه ديالها، ولا من ناحيه الطبخ ديالها، ولا من ناحيه المراه يعني هي كتمثل راسها. فاش غتمثلينا انت تمثلي بركه علينا، تمثلي غير راسك. ولكن هذا الشيء بزاف بزاف بزاف، وخصو حد سريع قاطع وسريع، قاطع وسريع. انا هاد السيده اما غادي توضعوا لها حد، وان احنا غادي نشوفوا شي حل معاها، لانني انا بعدا شخصيا ما غاديش نسكت على هذا المنكر. هذا راه ما يمكنش غنسكت عليه، ما يمكنش غنسكت عليه. المره الاولى قلنا كنشرب الدواء وكان الاعصاب وعندي الماء وكندير، وداك النهار داوها للسبيطار كذوب ودارت الاكسجين كذوب، وفي الصباح صبحات كتحشمهم قالت لهم انتم اللي ديتوني وقلتوا لي ها ما ندير وها ما ندير. هي دابا يعني متابعه لواحد الوفود عندها، كل واحد كيقول لها شنو غادي ديري اليوم، غديري حاجه غدا، غديري حاجه بعد غدا، غديري حاجه. هي ديري اللي بغيتي الا القران والمقدسات الاسلاميه، بعدين من هذاك النظام بعدي اتساع. الشكل ديالك راه موجود في البلاد، يعني ما غاديش نحلو، نوعيتك موجوده كاينه. علاش هاد الفوضى؟ وعلاش هاد الاستهتار؟ وعلاش هاد الحاله؟ علاش النساء المغربيات؟ شوفي اكادير تبارك الله وصلى على النبي، السيده المحترمه اللي تبارك الله يا ربي يزيدها، واخلاقها العاليه، وتتسوق الطوبيس باحترام وباللباس محتشم، وركبنا معها ماشي مره في هذا الصيف، ويعني حنا سعداء بجميع النساء المغربيات اللي كيمثلوا المغرب في اي مكان باحترام وبمكانه وبثقه والسوق وكل شيء كيديروا. علاش حنا غادي نبقاو ضروري زعما الانحراف باش نكونوا حنا نمثلوا راسنا؟ ماشي ضروري الانحراف باش تمثلي راسك، كاين حوايج بزاف تقدري تبينهم وتمثلي بهم راسك، ماشي ضروري الانحراف. انت الا مشيتي لواحد الوقت معين مدينة طنجة ودرتي ما درتي وفعلتي ما فعلتي، قلنا المغاربة تساعدوا معك، يعني التوبة نصوحة، يعني قلنا هاد السيدة سبحان الله تعالى عطى المغاربة القلب الحنون، القلب الطيب اللي غادي يساعدوها يتعاونوا معاها. صافي السيدة انا بعدا شخصيا كنشوف الاف العلايات كيديروا العجائب الدنيا، ومني كيولدوا الوليدات كيتراجعوا، كتقول لك انا وليداتي ما بغيتهمش يشوفوني في شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، وانا بغيت ولادي يطلعوا وانا غنكافح على ولادي، وانا وانت غير ما زايده فيه. داكشي اللي كملتي في طنجره كملتي، وداكشي اللي درتي راه درتي، ودابا زدتي شردتي الاولاد، ومورا الاولاد ومورا قريتهم شردتي راسك، ومورا راسك بغيتي ثاني توجعينا راسنا بمسائل ما كتخصكش كاع اصلا. انت اصلا ترجعي للحرفه الاولى اللي كانت عندك في طنجه، هي اللي خصك ترجعي لها، ما كانش خصك ترجعي ديري شي حاجه اخرى من غير هذيك الحرفه اللي كانت عندك، ترجعي لها. انا هو يام باش مشهوره كتصنعي دوا كورونا باش مشهوره؟ شنو هو هاد الشيء اللي دخلتي انت للبلاد وصبحوا المغاربه غير ما كيستغناوش عليك؟ نعتلي اي حاجه يمكن تكون وصلتيها انت للمغرب، او وصلتي بها المغاربه لشي حاجه يمكنهم شنو هو المفيد عندك؟ استفدوا الناس بشي حاجه؟ انت كنتي خاصك ديك البلاصه فاش دارك هذاك السيد اللي وقف معاك، وكنشكره من هذا المنبر هذاك حمزه اللي كان وقف معاك فعلا، وقفت انسان يعني مغربي، مواطن مغربي اللي وبزاف الناس وقفوا، وداك المحسن. ولكن للاسف انت كتفهمي الناس غلط، الناس وقفوا معاك باش يساعدوك على دوك الوليدات باش يترباو ويقراو وتقابليهم، ولا على الاقل يكونوا في مكان اللي هو كيحضنهم، يفيقوا بحال الدراري وينعسوا بحال الدراري ويقراو بحال الدراري وياكلوا بحال الدراري. وانت من اللي حلتها تحلي عينك وانت تدوري غتبيني لنا المغرب؟ المغرب راه كيبان في العالم، المغرب تتبين وحده بحالك انت ما غتبينش صوره المغرب. المغرب جميل، المغرب المدن ديالو راقيه وجميله،
كاينه في خارجه في الدول العالم في هذاك الميريكا اللي كتنعسي انت في الليل وكتضروغي وكتحلمي به. المغرب كيبان في الميريكا دابا، سيري او كبر سمعه في الميريكا انت تلقاي فيها المغرب والاشهارات المغربيه. وحنا عندنا في افريقيا كذلك كنشوفوا المغاربه تبارك الله الله يزيدهم واصلين لمستوى عالي من الاستثمار، والمغرب ولا مستثمر كبير في اي دوله في العالم. يعني حنا الحمد لله المغرب ماشي دوله اللي هي كتسنى وحده بحالك باش غادي تبينها في صوره، انت بالعكس انت اكبر صوره سيئه لهاد البلاد، اكبر صوره سيئه يمكنها تكون عندنا في الانترنت ديال هاد البلاد. حطمتي النساء اللي كاين في المغرب، قدمتي الصوره الغلط على المراه. انت اكبر غلطه في المغرب. انت انا متوقعه انت حارك، هذا شيء مؤكد، ماشي حيت كتشربي الفانيد ولا راه كاع كنشربوا الدواء والحمد لله اللهم لك الحمد. المرض راه كيكتبوا الله على اي واحد، كندير الدواء وكنشرب. انت كتشربي الانواع والاشكال ماشي غير الدواء. انت بحال داك الناس اللي كي كيسالوا من الهروين تيبداو الدواء، ملي كيسالوا من الدواء كياكلوا شي حاجه اخرى ومن وهكذا. هي سلسله عندك انت هي كتناوبي، ومني ما كتلقايش داكشي اللي كتبغي كتعطي العصا لهذوك الاولى. يعني ماشي ضروري الدري تديه تلبسيه وديه للريستو وديه للبيسين ديه الافخام فندق باش تبيني انك عندك ولد راك مهليه فيه. التهلو تيكون بالاخلاق، التهلو تيكون بالصوم على الطفل، التهلو كيكون الدري صغير ما كيقولش هضره خايبه. الطفل لما كتبغي تهلاي فيه كتعلميه اصول الدين ديالو من الصغر، من 5 سنين كيولي يصلي، من 5 سنين كيولي يعرف حافظ القران الكريم ويكتب اللوح ويقرا ويعرف ويمشي يديها في مدرسته. وقت المدرسه مدرسه، وقت العطله يدوز العطله في احسن مكان لو كانت امكانيات، ما كانش امكانيات ولو يدوز العطله غير في شي مقر صغير. المهم غير كتبدي الجو لهذاك الطفل باش ما يحس انه هو اقل من الدراري الاخرين في شي حاجه. حتى اذا ما كانش امكانيات يمكن الطفل يبدل الجو في منطقه ما يحس انه ضعيف ولا ماشي بحال الدراري الاخرين. اللي يمكن لك تقدمي للطفل في هذاك السن راه كتقدمي له القرايه ولا مدرسه وحفظ القران والصلاه، وتتقدمي له النعاس في الوقت والفيق في الوقت والكلام في الوقت يكون محترم. لان الدري دابا هذيك هي السن اللي خصها يتربى فيها باش ملي يوصل واحد اللاج كتهناي كتخرجي ولد صالح كتهناي. علاش دابا بعض الدراري مساكن واخا في سن صغير كيتعاطوا؟ لان واحد الصديق ديالو صاحبه جالس حداه تيقول له هاك شد من عندي هاك خذ، راه ما غيدير لك والو، راه ما تحسش كاع بشي حاجه، راه غير غنشطوا مع بعضياتنا. بعد يوم يومين اسبوع 10 ايام شهر كيصبح هذاك متعاطي وكيقلب عليه ولا يهز الحوايج لمهمته. وانا كنت في كازا في احسن في درب السلطان، لقيت واحد موح لهاد بليج، وحتى واحد بغى يحيدو صحه من يده وهي وحلات وقاصده وحلات ودارت له الصابون وحلاته باش ما يخرجوش ليها. وانا حتى واحد ما زعم، ودخلت انا لعند الولد قلت له قول لي اش بغيتي، انا غنعطيك اللي بغيتي وطلقها. دخلت زعمت معاه، دخلت عطيتو، قال لي بغيت 70 درهم بالحساب، مديتها له طلقت هذيك السيده مشات. وكيوقعوا لي حالات في الشوارع من هذا النوع، يعني صافي في البعد ملي غادي يتعاطى غادي يفيق يقول انا ضريت مهمتي ولا درت لها شي حاجه، مع انهم هما احن هذوك الاولاد هما احن على امهاتهم من وحدين اخرين كيكونوا حنان مع اماتهم. ولكن في هذيك اللحظه ما كيبقاش يعقل على لا مو لا اختو لا خو لا با لا والو، خصو هو ياخذ الجرعه ديالو. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يلطف بينا ويلطف بهذا الشباب الزين اللي في المغرب، اللي الان لقينا على بزاف كثر الانحراف وكثرت الجريمه وكثرت. ومن هذا المنبر هذا انا كنشكر الدكتور تازي على الوقفه اللي كيوقف مع الدراري اللي البنات اللي ولا الاولاد اللي كيضربوا بالسلاح وكيدير لهم عمليات وبدون مقابل وكيساعد وكيوقف. وهذه مساله كتشرف المغرب كامل، وحنا يعني كنعتزوا بان عندنا اطباء كفء من هاد بحال الدكتور تازي اللي هو قدم بزاف وبزاف لهاد الانسان وكيعطي نصائح عليه. في هاد الشيء اللي كنهضر فيه انا انهم خاصهم يشوفوا حل يردوا الدراري للمدرسه باش يقراو باش يعمروا الوقت ديالهم بالرياضه وبالمدرسه وباش ما يمشوش يتعاطاو باش يمشوش لبلايص خايبين. راه كاين الامهات اللي كيجروا ولادهم للتهلكه، وكاين الاباء اللي كيجروا ولادهم للتهلكه، كاينه هذه في المغرب.
ماشي نحسوا ان الطفل ديما هو كيكون بعض الاحيان كيكون هو مظلوم، حيت كيجروه بعض الاحيان الظروف المعيشيه والظروف الاقتصاديه وكتجرو لواحد البلايص اللي هما ماشي هما هادوك، يعني الله يحسن العوان. وحنا بغينا شباب اللي هو مثقف، شباب اللي هو، وانت كتشوف دابا هذه ام هذه اللي كتضل ما خلات مدينه في المغرب وحوايجها مشتين وحياتها، حتى اللي دخلت الاسره كتشتتها، دخلت يومين عند السيد جرات له على المراه والولد، خلات المراه مشرده. وبعض الحيان كيكون حتى هادشي ديال اليوتيوب نصو كذوب ونصو كاين ونصو ما كاين، وشي حاجه باغيين يديروا بها غير البوز. لا لا، الصدق ضروري يكون الانسان عنده الصدق في داكشي اللي غادي يقول، عنده الصدق في داكشي اللي غادي يتعامل فيه مع الناس. ونسال الله السلامه والعافيه، والله يجازيكم الى ما تشوفونا حل لهاد السيده هذه، لانها ما بقاتش غادي غير الا بقات كتزيد في هاد في هاد في هاد الحماق، غدا ولا بعدو غتجيب لنا دوك الدراري صغارين وتقلسهم وتدير لهم الخاتم وتلبس عليهم الكسوه، تمشي تسلف في كسوه ولا تخلصها. راه صافي دابا وليتي زعما نورمالمون راك الخلاص، كون كنتي انت لالا ومولاتي وكتقولي راسك كتمثلي شي حاجه، كون راكي جامعه دوك الوليدات وداك الخلاص كنت دفعتيه في سكن اقتصادي، وانا باغا الدار يشروها لي المغاربه، لاش غيشرو وحده بحالك الدار؟ لاش الناس المغاربه راه خصهم يعاونوا المعاقين، المعاقين داخل البيوت اللي ما جايب لهم حتى شي واحد الخبار. مواتهم كاين اللي عندها ثلاثه المعاقين، جوج المعاقين، اربعه المعاقين، كاين اللي كتمشي الله يحسن العوان تقلب لهم على ليكوش، تقلب لهم على ما ياكلوا، تقلب لهم نهار كامل، وما تقدرش تخليهم بوحدهم لانهم ما كيقدروش يتحركوا، خصهم معامله خاصه. هذوك هما الناس اللي خص الناس تقلب عليهم ودير عليهم جمعيات وتشوفهم، لانهم ما قادرين لا يخدموا ولا يمشوا، وما كايناش مؤسسات كبار في المغرب اللي بحال اوروبا اللي غادي يبقى المعاق عنده العنايه الخاصه. يعني الام كدير المستحيل لهذاك المعاق باش تعيشوا على الاقل في واحد المستوى وتبدل لي حويجاته. هذوك هما الناس اللي خصهم المساعده الانسانيه، هذوك هما الناس اللي خص الناس توقف معاهم. والناس اللي عندها امراض خطيره، شنو الهدف باش تمشيو نتوما لواحد المتعاطيه تعطوها باش تشري التعاطي وتعطوها باش تمشي الدور تسارى؟ شنو الهدف؟ انتوما زدتو على دوك الوليدات خربتو لهم حياتهم. على الاقل كانت دوك الفلوس اليوتيوب تديريها في شي حاجه، تشري سكن اقتصادي اقل هو 5 مليون ولا 6، وانت كتعطي واحد 1500 درهم وساكنه ومستقره مع وليداتك، ولا كاع ما قديتي كاع تقابلي شدي لهم خدامه وخلصيها 1000 درهم ولا 2000 درهم، وانت جالسه مستقره مع الوليدات. وديك الساعه داك الهبال اللي فيك سيري بني بغي تخوي على برا، سيري خرجي بوحدك وقوي وسالي وجي. اش كتشاركي مع الناس؟ اش كتشاركي؟ الشوه كتشاركي؟ تحطيم المراه المغربيه شنو كتشاركي مع الناس؟ كتشاركي انك كتدمري حياه اطفال، دمرتي لهم حياتهم. البنت غادي تولي عندها غير 10 سنين غتولي تقول جميع الهضره اللي شافت واللي سمعت في الفنادق ولا البلاصه اللي كتدخل ليها بالليل وبالنهار والرجال اللي تات وكلشي، هادشي غادي ترسخ ليها في الدماغ. لان هي دابا واحد السن ديال الاطفال كيكون كتاب مفتوح، طفل كيلتقط كيشد، كيبقى هذاك الشيء اللي تربى فيه هو اللي غيكبر معاه، هو اللي غادي يكبر معاه. فين هاد الاب وفين هاد الاسره ديالهم وفين هاد الشيء؟ الناس اللي غادي يشوفوا هاد الموضوع هذا فين هما؟ انت حتى المقدسات مازال كتبينك. ايوا دابا هاد السيده الا ما وضعتو لها حد راه كاين غيوضع لها حد، راه حتى شي واحد في هاد البلاد ما غيبقى ساكت على هاد المنكر. فالمراه منكم منكرا فهي غيرها، انا بعدا راه ما غاديش نسكت على هاد الشيء لان هاد الشيء بزاف تمادات وتمادات وتمادات وتمادات. انا حطيت من يديا في الارض. كوني حمقه 36 كاين حمقى يدقوك برا تنعسوك، انت اصلا في اي وقت ممكن ديري غير جرعه زايده تمشي، ما تخلي والو وراك جرعه زايده دابا عندك غتمشي فيها. ولكن المشكل هو دوك الاطفال اللي شردتي وتهضري انت تقدري تعمري في مك، تهضري على المراه المغربيه المكافحه. فين عمرك انت حسيتي بشي مراه كاع مغربيه ولا شتيها كتكافح ولا شتيها؟ المراه المغربيه راه لا ومولاتي، خصك تقولي المراه المغربيه وتشلي فيها، لانها لا يعني عرفتي شنا هي المراه اللي كتخرج في 6 الصباح تخدم وتمشي تجيب السردين من المرسى في 5 الصباح وتربي ولادها بالحلال؟ فين كنتي انت ملي كانوا العلاي تيفيقوا في 5 الصباح و4 الصباح يمشيو يخدموا على راسهم؟ فين كنتي انت؟ كنتي كتمشي تعاطي في طنجه وتجي تعاطي في الدار البيضاء وتمشي تعاطي في حتى حنا ما سلكنا منك، جاي تنطحي عنا اش بغيتي اختي؟ قلت يا اختي غير تما داك الهبال اللي فيك خليه غير تم، حتى حنا اللي في الجنه ما سلكنا منك.
سير قلبي ما ديري في حياتك وخلي عليك الشباب، راه طرحتي لنا صوره خايبه في المغرب في البلاد على هذا الشيء اللي كديري. جايبه لنا شباب مغربي خطوبه ديالي، شباب مغربي خطوبه، شحال دابا قلتي اليوم 6، ايوا راه حنا كنتسناو ديك التتمه ديال المغرب كامل اللي فيه ديال الشباب جمعي. وما تنساش عاوتاني زيدي لنا الاطفال وزيدي، حيت انت راه صافي راه صافي راه داك الناس اللي دوك ديك الصحافه العيانه، ديك الصحافه الصفراء اللي جالسين عليك انت كينفخوا فيك، راه هذوك هما سبب التهلكه في المغرب اللي ما عارفينش علاش هما اصلا كيهضروا. تعطي شي شويه ديال الفلوس وكيتعاوني انت وياهم. جمعي راسك الا بغيتي، راه كثرتي وزدتي فيه، جمعي راسك. وكنتمنى من ان شاء الله الناس تفهم هذا ردة الفعل ديالي، لان فعلا انا صافي صافي. هاد السيده ما نكذبش عليك مازالش قديت تكلم في هاد الشيء ديالها، وان شاء الله نتمنوا الخير لهاد الامه ونتمنوا الخير لهاد البلاد، والله يصلح الجميع ويصلح الشباب ويخلي لكل ام اولادها اللي كتصونهم واللي كتحافظ عليهم واللي كتقريهم، والله يعاونها ويعاونها على الزمان ويعاونها، والله يجيب شي خير لهذه الامه احسن منا حنا نراه الان. حيت هادشي اللي كنشوفوا دابا في الحقيقه خايب وخايب كثير. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يلطف بنا وأن يأتينا بالخير الكامل لنا والأمة العربية والإسلامية جمعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.